عريس حق بنتي؟ والله اخبار طيبة. ومن هو؟ ساهر؟ يا حي والله بساهر. خلاص تم. سامحني معالي الوزير، والله سامحني لاني والله طال عمرك ما عرفتك. كل اللي في قصرك ما شاء الله تبارك الله طال عمرك لابسين بشوت وحلوين ونظيفين وعطر، كل ما طلع لي واحد توقعت ان الوزير، سبحان الله ما يطلع الوزير، واخر شيء انت اللي اخذتها في جبهتك، فاعذرني الله يرحم والديك. لا لا ولا يهمك، حصل خير حصل خير. تك بسامحني قسما بالله اذا وصلنا الوزاره طال عمرك لا احب جبهتك واحب خشمك طال عمرك، واللي تبغى اسوي لك اسدد فواتير الكهرباء، اذا عندك خامات اخلصها، اذا عندك اي شيء انا مستعد، تراني لا يهمك سنافي وقده وقدود. كفو كفو، لا ولا يهمك، لا تحب لا خشمي ولا يدي، مين محتاجه؟ الله يجزاه خير. شفت كيف الزحمه؟ شوف كيف نمشي، شوف كيف العالم ماشي، زحمه زحمه شوارع الرياض، المفروض يحطون سيدين، واحد رايح واحد جاي طال عمرك. اي شكوى لله. اجل اسمعيني، انا ببلغ اخوها معالي سواق معالي الوزير، وببخبر ابوها ابو معالي سواق معالي الوزير، وان شاء الله ننتظركم اليوم. حياكم الله، بس عاد لا تاخرون علينا. اي نعم معالي الوزير، ترى احنا قربنا من الوزاره، والله يرحم امك ويرحم والديك، سامحني ترى مسامح كريمه معالي الوزير، وعلى قول شاعر العرب فلاته، اذا لم يسامحك الوزير يا للهول يا للهول، كيف الوزير يحقد على مواطن راتبه 2000 وهو وزير راتبه 45، والحياه طنبق طنبق يا لب قلوبكم يا حياتي. هذا شعر ذا ولا وش هو؟ طبعا معالي الوزير هذا شاعر، شاعر فلاته، لو جبته وصكك بقصيده قسما بالله تعطي السياره هذه هديه. اقول لا شعر ولا شيء، انتبه للطريق الله يصلحك. انتبه، وان شاء الله معالي الوزير ان شاء الله اجيب لك فيلسوف العرب جليل حق الحاره، يا الله يعطيك كلمتين كذا طال عمرك. وسانصحك نصيحه، اذا عملت بها سوف تترقى من وزير الى امير، بعد خلاص اخر درجات الترقيه. اقول الله يصلحك، بس لا جرير ولا انتبه لطريقك، بس انتبه لطريقك. خير ان شاء الله خير ان شاء الله. لو بغيت تشحني معالي الوزير تشحن جوالك ولا شيء، بعطيك جوالي دق عليه وابشر، انا خادم لك طول عمرك، الله يطول عمرك ويسعدك ان شاء الله. يا ابن الحلال قلت لك حصل خير حصل خير، بس اسمع يا خميس، عقب ما توصلني الوزاره ابيك تاخذ السياره توديها للصيانه زين، وانا ان شاء الله برجع للبيت بالسياره الثانيه، وبكرة الساعة 9 الصباح أبيك تكون عند باب البيت، لأنه عندي جلسة مجلس الوزراء ما أبي أتأخر تكفى. على خير إن شاء الله على خير إن شاء الله، إن شاء الله قراراتكم مجلس الوزراء إن شاء الله كلها للمواطن، وهذا ما تعودنا عليه طال عمرك، والله يطول عمرك ويخليك لعيالك إن شاء الله، ويرزقك ويفتح لك أبواب رزقه إن شاء الله، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفسية